اهلا بيكم. انا مبدئيا عايزه اعتذر ان انا الفتره اللي فاتت ما حطيتش فيديوهات الكام يوم اللي فاتوا. الحقيقه يا جماعه حصل لي وعكه صحيه، وعكت وعكايه صغننه كده، اللي حصل جالي نزيف داخلي وما كنتش اعرف، فقدت دم كتير، نقلوني على المستشفى. الحمد لله الموضوع اتلحق وطلعت على خير. الحقيقه يعني انا هكلمكم عن الموضوع ده في فيديو لوحده، مش عشان احكي لكم عن اللي حصل لي، لان الحاله الصحيه بتاعتي يعني شيء ما يخصش حد، يخصني، لكن هحكي لكم عن تجربتي مع المستشفيات الامريكيه والانشورنس والكلام ده، لان ان شاء الله ما ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، لكن اكيد الواحد في تاريخ حياته يعني هيضطر يتعامل مع المستشفيات والدكاتره والانشورنس، فتبقوا فاهمين النظام عامل ازاي علشان برضو الواحد يبقى ايه عارف ايه اللي بيجرى حواليه. ولكن الفيديو بتاع النهارده عشان اقول لكم على الخبر السعيد المفرح، ان مجلس النواب عدى البيل اللي هي باي باك باتر بيل او بيلد باك باتر بيل، عدت يوم الجمعه اللي فات. كنت ساعتها لسه طالعه من المستشفى، فقلت ايه ده خبر هايل. لا بقى، قلت الجسم يلا شد شويه عشان الحق اطلع واقول للكوميونتي بتاعتي عن اللي حصل، عشان اكيد ايه هيبقوا صح فرحانين زي ما انا فرحانه كده. فالحمد لله هم صوتوا عليها. ليه عايزه اقول لكم الكلام ده؟ لان انا اسمي رانيا سلطان، والقناه بتاعتي حكايات من الولايات. القناه بتاعتي يا جماعه انت مشترك فيها عشان تعرف كل حاجه بتحصل في أمريكا، عشان تبقى عايش على أرض أمريكا وانت عضو في هذه الأرض وهذا هذا المجتمع. انت مش جاي بس كده زائر ولا يعني عابر سبيل، لا انت عضو في هذا المجتمع، فتبقى عارف اللي بيجري حواليك. اللي حصل انهم عدوا البيل يوم الجمعه اللي فاتت. البيل دي المفروض انها كانت تعدي، يعني جت يوم الخميس، نانسي بولوسي طرحتها للتصويت يوم الخميس، فالناس قالوا لها ايه ده حضرتك يا نانسي، يعني مش هينفع ان انت تعديها، لان يعني البيل اصلا 2000 صفحه، فالناس مش هتلحق تقرا الكلام ده. فهي راحت عرضتها، حطتها يعني طرحتها للتصويت يوم الجمعه الصبح، صوتوا عليها. طب لحقوا يقروا ال 2000 صفحه؟ لا ما لحقوش، هم ما لحقوش يقروا ال 2000 صفحه. هم قالوا كده، مش انا اللي بقول، هم اللي قالوا، ناس كتير منهم قالوش. طب ازاي يا جماعه حضراتكم؟ يعني ده انا لما باجي اعمل خبر بنزل حاجه مثلا وبيبقى في دوكيمنت ضخم كده وما بلحقش اقراه، ساعات اعدي عليه وافر واشوف كده، يعني ببقى حاسه بتانيب ضمير ان انا ما قريتش كل كلمه، وانا يعني مجرد بلخص شويه الاخبار اللي موجوده، فما بالكم انتوا؟ ده انتوا مشرعين، ده انتوا اللي بتحطوا القوانين اللي بتمشي عليها امريكا اقوى دوله في العالم، ما تقراش 2000 الصفحه دول. معرفش والله، بس ده الكلام اللي اتقال. فالحقيقه الناس كتير ما لحقوش يقروها، كانوا هم صوتوا عليها من غير ما يعرفوها، يعني ايه مضوا عمياني كده. ماشي، ما علينا، هم اللي قالوا. ده اللي حصل بقى. الحقيقه هم لما صوتوا عليها لقيتهم كاتبين في الميديا يعني ان ايه، ان السوشيال سبيندنج بيل اتعدت يعني، فتصوت عليها. فقلت ايه سوشيال سبيندنج دي؟ هي دي حاجه جديده؟ فدخلت ادور، لقيت هي البيلد باك باتر، هي السوشيال سبيندنج بيل، هي الهيومن سبيندنج بيل، هي الفاميلي امريكان فاميلي بيل، هي ريكونسيليشن، هي دي كلها اسماء لنفس الحاجه، هم بس فاضيين يطلعوا لنا اسماء. فدلوقتي مثلا في 14 اسم لنفس الحاجه. فالمهم هي دلوقتي اسمها كمان سوشيال سبيندنج بيل من ضمن الاسامي. فصوتوا عليها. كم بقى واحد صوت؟ 220 واحد صوتوا بالموافقه، و213 صوتوا بعدم الموافقه. طبعا ال 220 كلهم من الديموكرات، وال 213 كلهم ريببليكنز ما عدا واحد ديموكرات. واحد ديموكرات صوت عليها لا. مين انت بقى ده؟ جارد جوردن، جولدن. الراجل ده جارد جولدن بتاع ولايه مين. طب ليه كده؟ ليه؟ ها؟ انتوا عارفين طبعا ان مجلس النواب عشان في عدد كبير، فكان ممكن لو في ثلاثه من الديموكراتس كانوا قالوا لا على البيل، البيل برضه كانت هتعدي. غير مجلس الشيوخ لازم ال 50 واحد من الديموكرات يصوتوا عليها. ففي هنا بقى جارد جولدن ما صوتش عليها. طب انت فاكر الموضوع هيعدي كده؟ طب انا بقول لك اهو، شوف بقى نانسي بولوسي هتعمل فيك ايه؟ انت الوحيد زنقت نفسك يعني مزنق وحش عليا، فهتعمل فيك مش حاجات سهله، انتظر بقى منها. المهم بقى ايه، انهم ان البيل الحمد لله عدت، وحتى البروجريسيف ديموكرات التقدمين كانوا فرحانين، رغم ان البروجريسيف دول كانوا معارضين على حاجات كتير، وفي حاجات كتيره كانوا وعدوها للشعب الامريكي وما اتحطتش في البيل لما اتقصت واتغيرت وكده، فكانوا متضايقين من الموضوع ده. الا ان لما البيل عدت اتبسطوا بقى، قالوا ايه اخيرا اهي حاجه عدت، عملنا حاجه. يعني هم الحقيقه في الاسبوعين اللي فاتوا دول صوتوا على البيل اللي هي الانفراستراكشر بيل بتاعه الكباري والطرق وكده، ودلوقتي اهو صوتوا على البيل الثانيه اللي هي بتاعه التعليم والصحه والكلام ده. فهم الحقيقه ايه سعداء جدا بالانجاز اللي هو يعني ايه تعبوا قلبنا عشان يعملوه.
انتوا عارفين كمان هم طلعوا اجازه، انا ما قلتلكوش هم الاسبوع ده اجازه، اسبوع الثانكس جيفنج ده اجازه، هم اصلا كانوا راجعين من اجازه، يعني هم اصلا كانوا في اجازه ورجعوا يوم الاثنين اللي فات، اشتغلوا 5 ايام وبعدين راحوا مأجزين تاني علشان خاطر الايه الثانكس جيفنج. فالناس دي انا مش عارفه بتشتغل امتى، يعني هم اجازات وفي النص كده في ايام شغل، مش العكس بقى. فانا يا جماعه والنبي لو انا يعني في يوم من الايام قررت ان ارشح نفسي ارجوكم تخبوني عشان اجز، انا عايزه اجز زي الناس دي، حاجه مش معقول يعني. فالمهم انهم طالعين اجازه، اعتقد والله اعلم ان نانسي بولوسي، عارفين بقى نظريه المؤامره، نانسي بولوسي قالت لهم لو انتم ما صوتوش على البيل هجيبكم في الاجازه بتاعت الثانكس جيفنج وتسيبوا التركي والجولي. فقالوا لا نصوت عشان ايه، ناكل التركي مع اهلينا ما نرجعش. شكلهم عملوا الحكايه دي. المهم الحمد لله البيل عدت. طبعا حصلت شويه حاجات لطيفه كده، من ضمنها مثلا ان الريببلكنز كانوا بيحاولوا انهم ياخروا التصويت على البيل لاكتر وقت ممكن، ففي واحد من الريببلكنز قعد يتكلم 9 ساعات، عمل حديث يعني يتكلم وبعدين ياخد الكلمه ويتكلم 9 ساعات كامله علشان خاطر يحاول ان هو ياخر التصويت على البيل على قد ما يقدر. مين ده؟ جافن مكارثي. الحقيقه هو خد ريكورد من نانسي بولوسي. نانسي بولوسي مره عملت الحركه دي برضو، قعدت تتكلم 8 ساعات 8، كانت عايزه برضو تاخر حاجه ففضلت تتكلم ومش عارفه ايه وتروح وتيجي وبتاع عشان تاخر، يعني دي ايه تكنيكس بقى بيعملوها والعاب سياسيه كده. فهو بقى جه اتكلم 9 ساعات، فهو بيقول لها ان انت كنت صاحبه اكبر ريكورد في ان انت تتكلمي يعني بالمتواصل، فهي هو دلوقتي خد 9 ساعات بيتكلم متواصل. عشان الناس اللي بتشتكي مني تقعد تقول انت الفيديوهات بتاعتك بتلغي كتير ليه، اهو انا بعمل الفيديو بتاعي 10 دقائق 12 دقيقه ده لما يطول يعني، لكن الناس الثانيه 9 ساعات بيتكلم. طبعا لما سألوها في الحديث الصحفي طبعا طلعت عشان تعلن للشعب الامريكي ان هذا يوم سعيد ان احنا عملنا الكلام ده وكده. فلما سألوها ان انت دلوقتي ما بقيتيش يعني صاحبه الريكورد الكبير، قالت لهم طبعا بتقول كده احنا جينا نتكلم على حاجات مهمه، مش جايين نتكلم في حاجات يعني اي كلام، ده الكلام اللي هي قالت لهم ايه كمان، قالت لهم I didn't even notice، ما خدتش بالي يعني، ما خدتش بالها الراجل بقى له 9 ساعات بيتكلم، ما خدتش بالها 9 ساعات ما خدتش بالها كده بتسمع بقى ام كلثوم في ودانها او حاجه. فدي مثلا من ضمن الحاجات. من ضمن الحاجات الثانيه كمان ان الاوفيس بتاع الكونجريشنال بادجت اوفيس اللي هو موجود جوه الكونجرس اللي بيقول ان اي بيل هتتكلف كام، المفروض البيل دي الديمقراط قالوا او البيت الابيض قال انها هتكلفنا زيرو، الفلوس بتاعتها دي اللي احنا هنمون بيها الاثنين الا ربع تريليون دولار دي هتيجي من مصادر مختلفه، منها التاكسز اللي هيرفعوها على الناس، ومنها كمان انهم هيجيبوا فلوس من البيلز اللي فاتت بتاعت الكوفيد 19، في فلوس ما استعملتش هياخدوها ويحطوها هنا، يعني ان ليها مصادر مختلفه مش من ضمنها انهم يجيبوا فلوس خارجيه يعني. ولكن الكونجرشنال بادجت اوفيس اللي جوه الكونجرس قال لا، ان ده البيل دي هتزود 360 بليون دولار ديون على الحكومه الامريكيه. فلما سالوها برضو في المؤتمر الصحفي عن الكلام ده، قالت لهم ده الكلام ده بتاع الناس الريببليكانز هم اللي قالوا الكلام ده، وبلاش تسالونا كان الكلام اللي بيقولوه ده حقيقي، الكلام اللي بيقولوه ده مجرد ايه سبيكيوليشنز كده، لكن دي مش حقيقه خالص، الحقيقه ان احنا مش هنتكلف حاجه. بصوا بقى يا جماعه في موضوع السياسه ده مفيش حد صادق، وده بيحور وده يعني هم طريقه عرض المعلومه ازاي واللعب بالارقام ازاي، ده لعبه السياسيين فمش عارفين. المهم يعني ده الكلام اللي موجود مطروح على الساحه قدامنا لغايه دلوقتي. طيب الوضع بقى دلوقتي ايه؟ الوضع دلوقتي ان البيل خلاص عدت من مجلس النواب، المفروض انها هتروح لمجلس الشيوخ. فجيت شاك شومر اللي هو زعيم الديمقراطيه في مجلس الشيوخ قال ان احنا عايزين نعديها قبل ما الثانكس جيفنج يدخل. والله كتر خيرك يعني، الحمد لله المفروض ان هو لو عدوها من هناك ده معناها ان ايه، خلاص الامور هتمشي والامور هتنفرج على الشعب الامريكي حسب ما هم بيوعدونا. طبعا انتوا عارفين ان هناك في ايه، الوحش الكاسر جو مانشن والوحشه الكاسره كريستين سينما، الاثنين دول قاعدين مترصدين قالوا لا احنا مش هنوافق على البادجت البيل. فطبعا لغايه دلوقتي بقى لسه لما تروح هناك هيقعدوا بقى الناس بتوع مجلس الشيوخ ويقعدوا يبصوا في البيل ويشوفوا بقى يشيلوا ايه ويحطوا ايه وعدلوا ايه والكلام ده كله. طب ايه البنود اللي عدت فيها؟ انا هقولها لكم في فيديو ثاني عشان الفيديو ده ما يطولش. في بنود احنا كنا عارفين عنها قبل كده، وفي بنود
يعني اتخضينا منها، وفي بنود يعني فيها شوية ايه قال وقلنا وحاجات زي كده. فالفيديو الجاي بقى هقول لكم البنود اللي ظهر لغاية دلوقتي التفاصيل بتاعتها شوية اكتر من الايه اللي كان معروض قبل كده، فعرفنا شوية تفاصيل. تابعوني بقى في الفيديوهات، ولو كانت الفيديوهات بتاعتي ادتك اي معلومة، ولو يعني كنت انا غيابي اثر فيكم يعني انا انتوا وحشتوني جدا، فاتمنى كمان ان انا اكون وحشتكم. ويا ريت تعملوا سبسكريبشن في القناة وتشاركوا الفيديوهات ولايك وشير والكلام ده كله علشان القناة تكبر، لأن القناة دي معمولة عشان تفيدكم. كان معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.